للأسف. ده كويز بس هنخلصه كده، وان شاء الله يعني هسيب لكم فيه 10 مينتس. انا صوره هبعته لكم على الواتساب برضه، هديك فيه 10 مينتس وبعدين نعمل له كوريكشن مع بعض، نحله مع بعض كده. اوكي اتفضل، بس بدون طبعا ولا سؤال زي ما اتفقنا. مش مشكله، اللي هيقف انا كده كده هنحله تاني، فاللي هيقف او اللي ناسينه هنفتكره مع بعض. اوكي اتفضل، انتوا حليتوها، هعمل له انا كوريكشن طبعا زي ما اتفقنا. الدومين هبص على اللي تحت هيبقى ايه؟ طبعا في 2 في الاول، هقول ار هتبقى اكسبت، الار وهغير ده اكسبت هيبقى 2 ال2 بس. تمام، طب الروت بعكس اللي تحته يبقى نيجاتيف 3 وباخد معاه انفينيتي، بس هتبقى كلوزد. لو هو كان الروت موجود تحت كان هيبقى ايه؟ احنا قلنا السكوير روت هتبقى اوبن. مفيش فيه ار. تمام، الكيوبيك روت نتعامل معاه عادي جدا كانه مش موجود، يعني انا اقول ار هيبقى ار عادي. اكسبت النيجاتيف 4. تمام، عاملين انتوا دول اكيد ان شاء الله صح. صح صح كده. ايوه انا بعته لحضرتك على طيب مفيش مشكله، مفيش مشكله، انا برضو بعملهم كوريكشن تاني برضو، اذا ربما حد مش فاهم حاجه برضو. طب هنا لو جينا دلوقتي الدومين، هقول دي وخلاص وار. الدومين هنا كان ايه؟ اول حاجة. طالما ما جابليش ثانية حاجه انفينيتي نيجاتيف. يعني انا منتهي من انا اقول هنا نيجاتيف انفينيتي واخر هنا انفينيتي، ده الدومين ار هنا على طول. طب بالنسبه للرينج بقى، الرينج من تحت لفوق، من تحت عند نيجاتيف 3 ومن فوق طالع لحد انا فين؟ بنتها من نيجاتيف 3 لانفينيتي، صح كده، طالع من نيجاتيف 3 لحد من الفوق. نيجاتيف 3 لانفينيتي. تمام، يعني كده ما عادش عندكم مشكله في الدومين والرينج، الحمد لله مش زي الاول، صح كده؟ تمام، يعني كل كويس. مدى بيتفهم، كل مدى بيتفهم ان شاء الله. طب هنا انا ملاحظ حاجه، الدومين هنا اخرنا هنا عند نيجاتيف انفينيتي واخرنا هنا عند انفينيتي، يبقى ار ده الدومين. هتبقى ال R except ال 0 برافو عليك، ار اكسبت عشان ار، الاثنين open. برافو عليك. طالما في هول هنا أيوه وهول هنا او اوبن هنا واوبن هنا، يبقى اكيد في هول عند الزيرو، يبقى الزيرو مش موجوده، يبقى ار اكسبت زيرو. برافو جدا. طيب الرينج هيبقى ايه؟ هيبقى هتكون من تحت، الرينج اكسبت من تحت لفوق، النيجاتيف يعني من لحد ال 0. انفينيتي على ار، بس هنشيل منه الحته اللي هي الايه؟ اللي هي دي من نيجاتيف 2 ل 3، وهنقلبهم بقى طالما هما الاثنين اوبن نخليهم كلوز، نخليهم احنا كلوز. يبقى كده كله صح تمام لحد كده صح؟ تمام صح. تمام طيب الحمد لله. طب لو جينا على دي بقى الدومين هنا يا جماعه، الدومين ار والرينج ار، لان الدومين اصلا مش شمال لليمين. فهمتها بقى من المرة اللي أنا غلطت فيها. صح، هيبقى الدومين هتبقى ال هما R الاثنين except ار. ال 0. لا مفيش زيرو بقى، بص من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي ده الدومين يبقى ار. طب لو هتجيب الرينج، المرة اللي فاتت الرينج من حضرتك تحت قلت لفوق. لي أصل بيكون تمام، مش عارفة فين ال 0 موجود، ف هو الزيرو مش اوبن كده، هيكون اكسسبل. مش سامع معلش يا مرنا، قولي تاني كده. اشمعنى المرة دي ما كانتش اكسبتل زيرو؟ لان مفيش اوبن هنا، وانا هعمل لك هنا اوبن، انا عاملها لك كلوز، دي نقطه عاديه. هنا تمام. الرينج من تحت لفوق. لو كده لو كلوز هيبقوا كده الاتنين ار. تمام، عارفه لو كان في هنا هول هنا كنت قلت ار ايه؟ لو انا في الدومين افرضي مثلا كان في هول هنا مثلا عند ال1، كنت انا في الدومين هقول ار اكسبت 1 لان ال1 على الاكس، وفي الرينج كنت اقول ايه؟ هو هنا هيبقى فيه هول عند زيرو، والرينج بيتاخد على الواي، فكنت هقول ار اكسبت زيرو. تمام، لكن هو مفيش اي هول ولا حاجه، يبقى كده الدومين بتاعنا عادي زي ما هو، ار والرينج ار. طيب ده بالنسبه لدي. طيب هصور دول بس ونحل الجماعه اللي تحت دول، يعني شويه شويه الحمد لله الدومين والرينج بقوا تمام اهو، دول اساسيين جدا في الامتحان. اساسيين جدا في الامتحان وغير الامتحان في الثانويه العامه بعد كده في الكليه كده. طيب لو جينا بقى هما الحمد دلوقتي لله سهلين. ولسه احنا الفانكشن زي ما قلت لكم بناخدها بالتفصيل تاني، الفانكشنز دي ما بت... المنهج كله فانكشنز اصلا، فتبصوا تلاقونا ايه من كتر ما بناخدها، هتبصوا تلاقوا الكلام ده كله بقى بيس اوف كيك. طيب لو جينا على بتاع الليمت دي، طبعا اول واحده بيقول لي ليمت لما اكس باور 2 ماينس 4، خلاص لو انتوا حللتوا اللي فات ده كله صح ادوا لنفسكم ايه 100 اوت اوف 100، وخلي بقى كويشن 3 ده انا حلو على اكس بلس 3 هنا اكس تندس تو 2. طبعا انا عملت دايركت يا سبستيتيوشن. مستر، هو احنا كده نعتبر ده امتحان؟ نعم، هو هو حضرتك مستر نعتبر ده مستر امتحان حامد عشان قال ان مستر احنا نعمل حامد قال فانكشن. ان نعمل امتحانات؟
مش سامع فيه لغوشه كده، معلش قولي تاني كده. مستر حامد قال اننا نعمل امتحانات، فنعتبر ده الامتحان بتاع المرة يعتبر دي امتحان، ولا انت لا؟ بتاخد امتحان كل حصه. انا ما اصل تمام. هو ممكن انا حضرتك عندي تكتب الامتحان كل حصه على احسن من الجروب ليك؟ انتوا. لو ملاحظتوا يا جماعه، احنا مش بنعمل امتحان في اخر مثلا كام حصه ولا بتاع، لا احنا بنعمل امتحان كل حصه، كل حصه خلال السنه، فاهمين؟ يعني انتوا مثلا لو خدتوا، لو انا عامل ايوه لكم فاهمة امتحان مثلا حضرتك. على كل يونت هتاخد مثلا، ممكن حضرتك تكلم مستر حامد او تكتب على الجروب احنا جبنا كام، عشان كده نأكد ان الماس اتعمل له امتحان خلاص اوكي ماشي، حاضر حاضر. زي ما عملنا في باقي المواد. طب انتوا كده حلتوه، حلتوه صح؟ يعني خلاص يبقى 100 اوفر 100 ايوه خلاص. انا بعت لحضرتك كل الاجابات وكلهم صح. طيب اوكي، انا هقول او ثانية واحدة، ان درجة امتحان، معلش ميرنا، امتحان هكتبها بس قبل ما انسى، معلش على الجروب. امتحان انا كده ايه، وكذا اكتب وكذلك ملك بقى، كذلك ملك نفس الدرجة. تمام اوكي، ما هو فعلا انا مش بجامل، كنت فعلا عاملينهم صح الحمد لله كله تمام يعني. طيب لو جينا بصينا هنا دلوقتي فانا هعمل دايركت سبستيوشن، يبقى 2 باور 2 ماينس 4 اوفر 2 بلس 3، يبقى ده يديني 0 اوفر 5 اللي هو ايكوال 0، اي حاجه 0 اوفر اي حاجه ب 0. تمام عملت 0 برضه تمام صح، هتبقى 0 برافو over ال 5 هتبقى equal 0. مظبوط. لكن يا جماعه لو جالي 0 تحت زي اللي جايه دي بقى، كل ده ساعات لو جابه في الامتحان صراحه تبقى يعني ساعات ما undefined بيجيبهمش. ايوه undefined quantity. برافو عليك، يبقى دي نيجاتيف 3 ماينس 5 اوفر نيجاتيف 3 بلس 3، فدي هتديني نيجاتيف 8، قلنا نطلع اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده اوفر 0، دي هتبقى undefined. undefined وبصراحه في بعض الكتب بتقول عليها ان هي ايكوال انفينيتي، اي حاجه على 0 ايكوال انفينيتي، فلو جات لنا في الامتحان برضو انفينيتي بتبقى صح، بعض الدول بتقول ايكوال انفينيتي. طيب لكن احنا عندنا في المنهج undefined. طيب لو جينا عندنا دلوقتي دي بقى اللي من اول هنا اللي فيها الشغل، ودي غالبا اللي بتيجي في الامتحان، ليميت اكس باور 3 بلس 8 اوفر اكس باور 2 ماينس 2. انا برضو هعوض عادي جدا، هعوض عادي جدا تمام. اول ستيب لازم اعوض، لما يكون نيجاتيف يا جماعه اعوض في براكت، يبقى نيجاتيف 2 باور 3 بلس 8 اوفر نيجاتيف 2 باور 2 ماينس 4، هطلع اللي فوق لوحده هيطلع 0، هطلع اللي تحت لوحده هيطلع 0، كده يبقى فيها شغل. فيها شغل هنعمل ايه بقى؟ هنكمل اهو، هقوم عامل فاكتورايز، ادي ليميت وان اكس تنس تو نيجاتيف 2، ابتدي بقى اهو الاكس باور 3 دي يا جماعه براكت صغير وبراكت كبير، براكت صغير وبراكت كبير. طيب البراكت الصغير اسال نفسي الاكس باور 3 عباره عن اكس تايمز اكس تايمز اكس، ثلاث اكسات نكتب اكس واحد، لقيتها عباره عن 2 تايمز 2 تايمز 2 اكتب 2 واحد، والساين بتاعت النص دي البوست. اجي في البراكت الكبير، البراكت الكبير مترتب على الصغير ازاي؟ بيعمل باور 2 للصغير، يعني الاكس يعملها باور 2 الاكس باور 2، او بيعملوا تايمز نفسه، يعني الاكس تايمز نفسها اكس باور 2، 2 تايمز نفسها 4. طيب الاكس تايمز 2 وعكس الساين يبقى 2 اكس بالنص. هنعمل تايمز تول كله؟ لا مفيش تايمز 2، اللي تايمز 2 دي عشان في ناس كتير بتلخبط، أمال اللي تايمز 2 دي خدوها زي نوت على جنب كده، ده لما بيجي لي براكت عليه باور 2، براكت واحد كده عليه باور 2 دي حاجه ثانيه، بعمل الاولاني باور 2 او الاولاني تايمز نفسه والثاني تايمز نفسه ب 9، وبعد بعدين اعمل الاول تايمز الثاني تايمز 2 اكس تايم 3 3 اكس تايمز 2 يبقى 6 اكس، وده بيسموه بيرفكت سكوير. لكن دي بعمل الاول تايمز الثاني وعكس الساين بس، وعكس الساين بس يبقى نيجاتيف 2 اكس. طب اجي على اللي تحت ده، ده اكس واكس براكتين قد بعض، الفور عاملها 2 تايمز 2، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، او واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف مش فارقه. كده يا جماعه انا عندي اكس تندس تو نيجاتيف 2، يبقى الزيرو فاكتور اللي هو بوظ لي الدنيا وطلع لي زيرو على زيرو هو اكس بلس 2، فعلا ظهر، يبقى انا كده تمام.
كانسل ده مع ده، هتفضل ده، اللي اتفضل ده ممكن نعوض فيه مباشره على طول، مش لازم انقل المساله تاني. نعوض بقى تاني عن الاكس بقى باور 2 اهو، يبقى نيجاتيف 2 باور 2، بعوض في اللي فاضل، يعني ده خلاص اتشال وبعوض في اللي فاضل. ماينس 2 نيجاتيف 2 بلس 4. انا جبت الفور دي منين؟ نعم؟ الفور دي انا جبتها منين؟ فين الفور؟ اللي هي دي؟ ما انا بعمل الاولاني تايمز نفسه، يعني اكس تايمز نفسها بايه؟ اكس باور 2. وبعمل تاني واحد في البراكت صور بقى 2 تايمز 2 ب 4. وبعدين يعني مره ده يسلم على نفسه، يعمل تايمز نفسه. مره ده يتعمل تايمز نفسه، وبعدين ده تايمز ده، يعني كان ايه؟ الاولاني بيتعمل تايمز نفسه. التاني بيتعمل تايمز نفسه. وبعدين الاولاني تايمز التاني. 2 اكس بس عكس الساين، لو بصت بعملها نيجاتيف. تمام مفهومه ولا اقولها تاني؟ تمام الحمد لله. تمام هعوض تحت بقى على الاكس بنيجاتيف 2 برضو اهي، ممكن اعوض من غير براكت يعني على اساس ما ايه، ما فيش عليها باور ولا اي حاجه، ماينس 2. هطلع اجابتي اللي فوق يا جماعه واجابتي اللي تحت، لو طلعت اجابتي اللي فوق هيقول لي 12، طلعت اجابتي اللي تحت هيقول لي نيجاتيف 4، اقوم عاملها كلها على الكالكوليتر هيطلع الانسر، فاينل انسر نيجاتيف 3. طيب لو جينا على الاخيره دي اللي هي ليميت، كان بيقول لي كده نمبر 4، كان بيقول لي ليميت اكس باور 2 ماينس 5 اكس بلس 6 اوفر اكس باور 2 ماينس 9، وقال لي هنا ايه؟ قال لي ان اكس تندس تو 3. بسيطه جدا برضه، دايركت سبستيوت 3 باور 2 ماينس 5 تايم 3، عشان اكد بس انها مش هتطلع 0 ولا نمبر على 0، بلس 6 اوفر 3 باور 2 ماينس 9، ده يطلع لي 0 وده يطلع لي 0. يبقى انا سبيسيفايد، ونكمل. نكمل ازاي؟ فاكتورايز بالكالكوليتر بتاعتي زي ما اتفقنا، مود 5 3 او مش محتاجه كالكوليتر. انا هعمل اكس واكس، هاجي على ال 6 دي. ال 6 دي لها حاجتين، يا اما 6 تايمز 1 يا اما 3 تايمز 2. انا هختار 3 و2، ليه؟ طالما الاخير جاي بوزيتيف يبقى انا هختار الرقمين اللي البلس بتاعهم يدي 5. فانا هختار 3 و2 لان البلس بتاعهم يدي 5، يبقى هنا 3 وهنا 2. طب بكتب الكبير هنا والصغير هنا. الكبير بياخد الساين بتاعت النص على طول اللي هي الميدل ساين دي، نيجاتيف، وبعدين اعمل نيجاتيف تايمز بوزيتيف. ده اللي هيعملها كده، اللي هيعملها بالكالكوليتر بمود 5 3، ويكتب طبعا 1 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال 6 ايكوال، هيطلع له الاجابات في الاخر 3 و2، يقوم عاكسهم جوه البراكت يخليهم نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2. طيب هاجي هنا على ده، ممكن ده حضرتك تعيد الحته دي نعم. تاني؟ ممكن حضرتك تعيد الحته دي تاني؟ احلها تاني؟ حاضر. تعيد بس الحته دي تاني اللي هي الحته دي اللي هي اللي فوق يعني قصدك؟ اه طب حاضر هقولها تاني. لا انا بس بخلص المساله وهمسحها، يعني هعملها الفاكتوريال بتاعتي لوحدها كبيره عشان تبان معاك. اكس واكس 3 و3، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. طيب هلاقي اكس ماينس 3 هتتكنسل مع اكس ماينس 3، بكنسلهم بنفس الساين، يعني ده ماينس 3 مع ماينس 3 مش ماينس 3 مع بوست 3. وعوض في الباقي بقى، فاضل لي اكس ماينس 2 معوض عن الاكس ب 3، يعني بعوض في اللي يفضل، وتحت عن الاكس ب 3 3 بلس 3 هيطلع 1 اوفر 6. تمام، هقول الفاكتورايز بتاع دي تاني على اكبر كده، هصور بس دي واقول الفاكتورايز بتاع دي على اكبر. هي وبتاعت الباور 3 برضو على وسط اوضحهم، يعني ايه على اكبر كده عشان يبقوا، يعني انا جاي لي مثلا كده اكس باور 2 ماينس 5 اكس بلس 6، انا بفتح تو براكتس الاكس باور 2 بعملها اكس تايمز اكس، باجي على ال 6. ال 6 دي لها حاجتين، ال 6 ممكن تبقى ايكوال 6 تايمز 1 وممكن تبقى ايكوال 3 تايمز 2. هختارها مين بقى؟ 6 تايمز 1 ولا 3 تايمز 2؟ ابص على الساين الاخير دي بوزيتيف، بوزيتيف يبقى هعمل لهم بلس هما الاثنين، يعني هعمل 6 بلس 1 يدي 7، وهعمل 3 بلس 2 هتدي 5. الاحظ ان الميدل تيرم 5، فانا هختار 3 و2 عشان هي اللي ادت 5.
لكن 6 و1 ادت 7، لو هنا في 7 كنت اخترت 6 و1. هقوم حاطط ال 3 الكبيره هنا وال 2 هنا. فعلا لما لاحظ ان 3 تايمز 2 ب 6 و3 بلس 2 ب 5. طب ليه انت ما عملتهمش بماينس؟ مش الاخير بلس، الاخير بلس يبقى انا اعملهم بلس. طيب نيجي بقى على الساينز بتاعتي. النيجاتيف هنزلها هنا، وبعدين عشان اجيب الساين ده كده يعني بحط الكبير هنا الصغير هنا. طب انزل النيجاتيف دي مع الكبير، وبعدين اقوم عامل نيجاتيف تايمز بوزيتيف بايه؟ بنيجاتيف. تمام كده يا جماعه دي؟ الو؟ تمام. طيب لو جينا بقى على مثلا حاجه زي كده اكس باور 3 ماينس 8 مثلا. دي بنعملها ازاي؟ اكس باور 3 عباره عن اكس تايمز اكس تايمز اكس، ثلاث اكسات. ال 8 عباره عن 2 تايمز 2 تايمز 2. انا هكبر بس التايمز كده عشان تبان. انا كل ما عليا بفتح براكت صغير. لو جبت البراكت الصغير هيبقى البراكت الكبير سهل. ليه بقى؟ انا هاخد اكس في البراكت الصغير. وفي ناس بيعمل حركه تانيه حلوه برضه يا جماعه، يقول لك هاخد اكس في البراكت الصغير. طب البراكت الكبير هحط فيه ايه؟ فاضل اكسين بس، اكسين دول يعني اكس تايمز اكس اكس بار 2. طيب يقوم واخد 2 في البراكت الصغير، هتفضل له 2 تايمز 2 ب 4 وحطيتها هنا. سهله كده؟ يعني هو خد اكس هنا في البراكت الصغير، فضل له اكس تايمز اكس ومعاملها باكس بار 2 حطها هنا في البراكت الكبير. طب خد 2 هنا. تمام. اتفضل له 2 تايمز 2 معاملها تايمز بعضها ب 4 حطها في البراكت الكبير. ودايما ده يا جماعه هيكون بوزيتيف، دايما ده هيكون بوزيتيف. طيب في النص ده بيعمل ايه؟ ياخد اكس مع 2. يعني ياخد طبعا اكس اكس تايمز اكس من هنا تايمز 2 هيبقى 2 اكس بس يعكس الساين. هنغير الساين. نغير الساين لازم نخليها ايه؟ بوزيتيف. يعني لو هي بوزيتيف نخليها احنا تمام؟ تمام؟ طيب ده بالنسبه لدي كده عشان تبقى عارفينها. نعم؟ اتفهم الموضوع ده الكيوب اللي هو الديفرنس بتوين تو كيوبس ده يا شباب؟ تمام. ولا اقوله تاني؟ عادي. تمام. طيب اقول واحده كمان عليها ولا اتفهم خلاص؟ الفيديوهات اللي حضرتك بتنزلها هو احنا كنا مش حضرتك بتنزلها على اليوتيوب؟ هو انا كنت شفت تقريبا لما شفت فتحت لقيت ان اخر فيديو نازل من كام شهر، ده اخر حاجه شفتها. لا ما هو هقول لك على حاجه، انا بس اكون بعد محاضرات كتير فما بلحقش، بس انتوا لو دخلتوا الايام دي هتلاقوا فيديوهات انا نزلتها. يعني ابتديت انزل لان تمام. الناس كلها ابتدت تطلب مني انزل مثلا في بيت بالليل بعد ما اخلص والله اقعد انزله. يعني لان ناس كتير طلبت مني في جميع المراحل، فبقيت فانتوا غالبا هتلاقوا فيديوهات من بتاعتكم موجوده. يعني مش انتوا بتخشوا على بيدي لكم نوتيفيكيشن وكده اشعار ان في بيدي لكم صح نوتيفيكيشن ان عاطف نزل فيديو مثلا او كده، ولا ما بيديش؟ لو انتم مفعلين الجرس لو انت الجرس اللي هو هنا ده لو انت عامله له اول او مختاره اول يعني دوست عليه واخترتي اول هتلاقيه نازل. يعني انا بحاول بقدر الامكان بس تمام انا عندي اكتر عندي والله يجي 600 فيديو لسه ما نزلوش. يعني فانا كل يوم بنزل شويه لان هو برضه واخد وقت التنزيل، يعني دي مشكله. بس ان شاء الله انا حاسس يعني بيتهيألي انا نزلت الفيديو بتاعكم ده، هتلاقوا فيديوهات انا نازله له تاني سنه، وهتلاقوا طبعا الجروبس ثانيه برضو نازله يعني ثانيه ثانوي فهتستفيدوا منها برضو. لان طبعا ساعات انا بحل اكيد بحل المسائل هنا ما بتبقاش نفس المسائل، يعني بتبقى فكره يعني مع اختلاف الارقام. فيبقى ايه؟ يعني انتوا عرفتوا من هنا من الجروب بتاعكم مثلا سي مثلا 10 مسائل، الجروب الثاني المستر حل 10 مسائل ثانيين، الجروب الثالث حل 10، يبقى انتوا كده استفدتوا 30 40 مساله. فاهمين اقصد ايه؟ تمام. هيبقى مفيد ان شاء الله. هاجي بقى بص يا جماعه هكمل بقى في بتاعت هدي فكره كمان وادي لكم مسائل تعملوها عليها على الفاكتورايز ده عشان اطمئن ان انتوا فاهمين. يعني انا هكمل برضه في الليمتس. خد بالكم الليمتس زي ما قلنا احنا بيبقى عندنا توبيك اسمه الليمتس، مش درس. في ناس قالوا درس الليمتس، لا هو مش درس الليمتس ده، الليمتس ده لوحده داخل له في 6 7 دروس. هو اسمه ليمتس زي فانكشنز كده. الناس لا ايه ده احنا عندنا درسين بس. واحنا كده خلصنا فانكشنز؟ لا احنا خلصنا النوعيه الاولى منها ان هي هاو تو فايند ذا دومين اند رينج. لسه بقى هيتمسكوا فانكشن فانكشن بالتفصيل.
يتجاب لهم بقى جميع المواصفات بتاعتهم، الدومين والرينج، وحاجه اسمها مونوتوني، وحاجه اسمها بس في الدروس اللي جايه. هو المنهج كله فانكشنز، او 80% منه فانكشنز. ده بالنسبه للالجبرا. بالنسبه للكالكولاس الليمتس واخده قدر كبير جدا منه. يعني انتوا يا جماعه غير بقى الولاد الصغيرين، كنت تلاقي الحاجه عندهم بدرس، يعني درس مش عارف ياخد درس الفراكشنز، درس الديسيمالز. لا ده احنا عندنا بقى هو ما اسموش ده لسن، هو اسمه توبيك. ده موضوع بيندرج تحته كذا درس. فاهمين اقصد ايه؟ يعني يعتبر كانه يونت لوحده. يعني انتوا اكيد فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني مش بيبقى درس خلص من مره والسلام. يعني مثلا الليمتس فيها فكره ثانيه اللي هي ايه؟ حاجه اسمها الكونجوجيت. ازاي؟ يوم جايب لي مساله كده. يعني احنا مثلا دلوقتي كده خلصنا يعني كام لسن او حاجه؟ خلصنا جزء كبير في كل حاجه، بس برضه لسه ما خلصتش الليمتس، لسه ما خلصتش الفانكشن. فاهمين؟ طيب بص يا جماعه، ما تقلقوش، احنا هنخلص ونراجع ونحل امتحانات ان شاء الله وكل حاجه، ما تقلقوش يعني. وبعدين انتوا هترتاحوا جدا في المراجعه، عشان الامتحان بتاع كل حصه ده هيريحكم جدا في المراجعه. طيب بص يا جماعه، في حاجه بقى جديده مثلا، لما انا اقول ايه بقى؟ بص كده، اوفر مثلا اكس بار 2، او خليها مثلا اوفر اكس ماينس 3 او اكس بار 2 ماينس 3. بصوا يا جماعه دي كده، المساله دي لو انا جيت عملت فيها سبستيتيوشن، بصوا ايه اللي هيحصل. هيبقى روت 9 ماينس 3 اوفر 9 بار 2 ماينس 81. هلاقي المساله طلعت لي فوق 0 وتحت 0. هبتدي انا اقوم اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ مش هعمل بقى فاكتورايز على طول. انا مشكله عندي في الروت ده، هنعمل له حاجه اسمها كونجوجيت. ايه الكونجوجيت ده بقى؟ بنكتب مسالتنا تاني بس بنطول الشرطه كده ونحطها في براكتس. خدوا بالكم ان اللي تحت ده له فاكتورايز، نعمل له فاكتورايز. يعني وانا بنقل مسالتنا تاني، اللي له فاكتورايز بعمل له فاكتورايز. ده له فاكتورايز هيبقى اكس واكس. ال 81 هتبقى 9 تايمز 9، لو انا مش عارفها نعمل لها سكوير روت لل 81. هتقول لك 9 سكوير روت، يبقى ما دي معناه كده ان ال 81 عباره عن 9 تايمز 9. احط 9 هنا و9 هنا، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. ايه الجديد بقى اللي انا عملته؟ انا اعتبر نقلت المساله تاني. ده نقلته وده، بس وانا بنقله عملت له فاكتورايز، بدل ما انقله تاني زي ما هو عملت له فاكتورايز. هنزود حاجه يا جماعه اسمها كونجوجيت. ايه بقى الكونجوجيت؟ هنزود هنا روت اكس بلس 3، وهنا روت اكس بلس 3. ده بيسموه كونجوجيت. بصوا هنا دي روت اكس ماينس 3، هم عاملين احنا روت اكس بلس 3، بس اللي عملناه فوق نعمله تحت. طب ليه؟ عشان لو جه واحد قال لي انت ايه، انت بتبوظ في المساله براحتك، يعني انت عمال تحط حاجات وتزود حاجات براحتك وانت كده بتبوظ المساله. لا ما ببوظهاش ولا حاجه، انا اللي حطيته حطيته زي انتي فيروس كده. يعني انا حطيت ده من عندي، حطيت له واحد ممكن يشيله. يعني لو واحد جه قال لي انت بوظت المساله، اقول له لا انا ده ممكن اشيله مع ده وارجع اعمل ده تايمز ده وارجع لك مسالتك زي ما كانت. انا بس يا جماعه عدلت شكلها، عدلت شكلها. تمام؟ يعني عدلت شكلها ليه؟ علشان اخلص موضوع الروت ده، عشان اخلص من موضوع الروت ده. طب بص ايه اللي هيحصل بقى؟ اما باجي اعمل روت تايمز بعض، ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ لما يكونوا براكتين شكل بعض، واحد نيجاتيف واحد بوستر، اعمل الاول تايمز الاول والثاني تايمز الثاني. يعني ايه اللي هيحصل؟ اعمل روت اكس تايمز روت اكس. طب روت اكس تايمز روت اكس، بصوا يا جماعه، الروت لما بيتعمل تايمز نفسه بيتشال. يعني لما اقول روت 3 تايمز روت 3 بيدينا 3. لما اقول روت اكس تايمز روت اكس، هيخدوها زي نوت كده، روت اكس تايمز روت اكس، يطلع لي الانسر اكس على طول. يبقى الروت بيلغي بعضه وتطلع اكس واحده. فهنا روت اكس تايمز روت اكس هيديني اكس. طب نيجاتيف 3 تايمز 3 هيديني نيجاتيف 9. في مشكله لحد كده؟ لا تمام. حلو قوي. اللي تحت ده ما فيهوش اي شغل، ما فيش واحد يقول لي هعمل ده تايمز ده، لا ده عنده روت وده ما عندوش روت، مش هيتعملوا تايمز، هيفضلوا زي ما هم كده.
مش انا يا جماعه الزيرو فاكتور دايما عندي اللي بيبوظ المساله ايه هو؟ مش الاكس تندس تو 9؟ يبقى المفروض يطلع لي اكس ماينس 9، صح؟ مش احنا قلنا بنعكس الساين هنا؟ يعني دي اكس تندس تو بوزيتيف 9، يبقى انا المفروض يطلع لي فوق وتحت اكس ماينس 9. فعلا ظهر اكس ماينس 9 واكس ماينس 9. خلاص نكنسلهم. نكنسل اكس ماينس 9 واكس ماينس 9 ونكتب الباقي. طب اللي فوق الكنسل اتفضل بداله ايه؟ بصوا لما اللي فوق الكنسل اتفضل بداله ايه؟